احنا الحمد لله في اكسس عندنا one of the strongest tech team في الماركت، وطبعا احنا grateful لتالنتس ارينا بالسيرفيسز اللي بيقدروا يقدموها، ازاي يقدروا يساعدونا نقصر مده الهايرنج ونوصل للتالنتس المطلوبه بشكل اسرع وبشكل more efficient. الانفايرمنت دلوقتي اصعب بكتير ممكن كومبيرد بخمس ست سنين فاتوا. المتطلبات او التطلعات اللي بيبقى التك تالنتس مستنيينها في الشركات اكبر بكتير. الماركت هنا في مصر الايجيبشن تالنت بقى مطلوبين اكتر في السوق العالمي. الاوف شور ماركت از كومبيتنج اس بشكل كبير. احنا محتاجين ككوميونتي تو هيلب ايتش اذر تو مينيمايز التيرن اوفر اللي بيحصل في الشركات تو بي ايبل تو مينتين اند ريتين التالنتس اللي عندنا، بالاضافه ان احنا هاو تو help each other to grow. احنا كستارت ابس محتاجين سيرفيسز من الشركات الثانيه، الشركات الثانيه محتاجين سيرفيسز مننا، how to participate وhow to collaborate and cooperate علشان كلنا نجرو، وعلشان كلنا نقدر واحنا اول ما هنبدا نجرو احنا هنقدر نمنتين ونريتين التالنتس بتاعتنا. احنا سعداء الحظ في اكسس ان احنا لتاني سنه على التوالي بنستضيف التك ميت اب اللي بتعمله تالنتس ارينا. احنا يعني ممتنين جدا لوجود الناس كلها موجوده هنا، بتبقى فرصه جميله ان احنا نتقابل ونبدا نتجمع ونتعرف على بعض ونشير اور اكسبرتيز. كمان بالاضافه للميت ابس الريجولر اللي بتعملها تالنتس ارينا بتبقى فرصه كويسه لاكستشينجنج الخبرات واكستشينجنج المعلومات، ونستفيد من الاذر الخبرات اللي في الشركات التانية، ونقدر كمان نقدر نضيف لهم بالخبرات والدروس اللي احنا بنتعلمها day by day جوه الشغل جوه اكسس.